الحوار الوطني أول يوليو، الأكاديمية الوطنية للتدريب بتحضر كل الترتيبات الفنية واللوجستية والإدارية للحوار اللي كلف بيه السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية. عدد كبير من القوى السياسية قدم والقوى الصحفية، أنا شخصيا قدمت يعني بعض الرؤى عن الإعلام والصحافة، زملاء كتير ليا قدموا الحقيقة بعض الرؤى، وأيضا عدد من القوى السياسية سواء أحزاب، مجتمع يعني جمعيات عمل أهلية، مجتمع مدني، ناس كتيرة جدا، نقابات، شخصيات عامة. يعني إدارة الحوار قالت أنه نسبة تلبية الدعوة بلغت 96%، وأن هناك ردود أفعال إيجابية جدا للحوار بنسب، معرفش هما بيقيسوا هذه الردود على ايه، على السوشيال ميديا ولا على ايه، ولكن انا اعتقد ان من اهم الاخبار اللي صدرت في الايام الاخيره هو انه زميلنا او نقيب الصحفيين استاذ ضياء رشوان سيكون منسقا عاما لهذا الحوار، وده الحقيقه اختيار كويس جدا، اختيار ممتاز، اختيار مقبول من الطرفين، هيكون مقبول من جهه الدوله ومقبول ايضا من المعارضه، رغم ان المعارضه عندها بعض التحفظات الاخرى اللي اصدرتها في بيان وقالت انه عندها بعض التحفظات على الامين العام لهذا الحوار. الاستاذ محمد ابو حامد النائب السابق وعضو مجلس النواب السابق، استاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. قول لي يعني قدمت، هل اولا وصلتك دعوه وقدمت تصور للحوار الوطني؟ يعني هو في الحقيقه كان الاكاديميه كانت ارسلت زي مش دعوه وانما طلب انه يتم تقديم رؤيه حول الحوار الوطني اللي دعا ليه السيد رئيس الجمهوريه. من حيث المحاور المقترحه لو كان في كلام عن الاليات المقترحه لكيفيه اداره هذا الحوار الوطني، ففعليا انا يعني تقدمت بورقه عمل حطيت فيها بعض المحاور التمهيديه اللي ممكن تكون في بدايه النقاش وبعض المحاور اللي تعنون انها محاور رئيسيه، واتكلمت برضو عن بعض افكار لها علاقه باليات اداره الحوار يعني، وبعتها على الايميل اللي هم كانوا قالوا انه يعني احنا نبعت عليه مثل هذه الافكار يعني. في رأيك وانت يعني كنت فاعل في الحياة السياسية في الفترة الأخيرة كلها، خاصة في فترة يعني ما بعد 2011 و2013 وغيرها، ماذا نريد من هذا الحوار او ماذا تريد انت من هذا الحوار؟ يعني هو غالبا لما الدول بتلجأ للحوار الوطني بيبقى لها يعني اهداف، يعني يتقال انها اهداف ممكن يتقال عليها اهداف معياريه لفكره الحوار الوطني يعني. يمكن في الحاله بتاعتنا احنا من الاهداف دي فكره رغبه الدوله في توسيع المشاركه، لاني لو كان الامر فقط انه الدوله تريد ان تتحدث مع المعارضه كان الامر ياخذ شكل المفاوضات، يعني ان ممكن الحكومه مثلا تقعد مع بعض الاحزاب المعارضه او بعض الشخصيات العامه المعارضه وتستطلع رايها او كده. لكن طالما ان احنا اتكلمنا عن حوار وطني فاول هدف هو فكره توسيع المشاركه، ان اكبر عدد ممكن من سواء القوى السياسيه او الشخصيات العامه او الشخصيات المتخصصه المشاركه في الشان العام، يعني ان يتاح لها فرصه انها تتواجد وتدلي بارائها وافكارها تجاه القضايا المختلفه يعني. فاول هدف انا يعني اظن ان هو يعني موجود عند الدوله او عند السيد رئيس الجمهوريه لما دعا لفكره الحوار الوطني، هو فكره الرغبه حقيقيه في توسيع دائره المشاركه يعني. الامر الثاني انه لما غالبا بتكون الدول داخله في يعني مراحل فيها تحديات كبيره، احنا شايفين ان الفتره الاخيره ونتيجه الظروف الدوليه في تحديات اقتصاديه، في تحديات اجتماعيه، في تحديات امنيه، برضو لما بتكون الدول داخله على تحديات كبيره فبتلجا لآلية الحوار الوطني عشان يبقى فيه زي كده عقل جمعي، الدوله تستدعي كافه الاطراف وتبتدي تعرض التحديات اللي هي متوقع انها تقبل عليها
عشان يعني تسمع بقى وجهات نظر ويحصل ما يشبه يعني الرؤية الجمعية، رؤية جمعية لكل المهتمين بالشأن الوطني، يعني مش فكرة بقى يعني أغلبية ومعارضة، وإنما فكرة إنه في تحديات نسمع كلنا بعض يعني. فكل الأطراف المهتمة بالشأن الوطني والمهتمة بإنه بلدنا ومستقبلها، خاصة إن في تحديات كبيرة جدا اقتصاديا وسد النهضة وإلى آخر ذلك، يعني إن كافة هذه الأطراف يبتدي يشارك عشان يقول آراءه، يقول أفكاره، عشان في الآخر نطلع بوجهة نظر جمعية تم الاستفادة فيها من كل وجهات النظر لكيفية التعامل مع هذه التحديات. في بقى حالات أخرى ما تنطبقش علينا زي الدول اللي بيبقى فيها صراعات داخلية، فبتبقى عايزة تلجأ للحوار الوطني عشان توصل لحلول من غير ما يبقى فيه عنف، لكن ده ما ينطبقش علينا. قد يكون ده مثلا حصل في دول زي جنوب إفريقيا في وقت من الأوقات، زي لبنان في وقت من الأوقات، قد يكون في دول حوالينا الظروف فيها تستدعي إجراء حوار وطني لفكرة الوصول لحلول بعيد عن العنف أو بعيد عن الصراع يعني، لكن ده ما ينطبقش على الحالة المصرية. الحالة المصرية فيها استقرار سياسي، فيها استقرار اجتماعي، الحمد لله فيها يعني حالة أمنية مستقرة يعني. فبيبقى الهدفين التانيين، فكرة بقى إن إحنا عايزين نشارك والدولة بتعمل آلية عملية تقول أنا فعلا عايز الناس تشارك وعايزة أكبر عدد، لأن طالما رحت لحوار وطني فأنت هتدعو عدد كبير تضمن بين كل الأصوات والتيارات سواء سياسية أو اجتماعية أو غيره أنها تكون ممثلة. ثم أن أنت بقى هتعرض التحديات اللي بتواجه الدولة كدولة، تعرضها كحكومة، تعرضها وتبتدي تقول قولوا لنا نتعامل بقى إزاي مع ده ومع ده ومع ده، ويحصل نقاش في القضايا بهذا المنطق يعني. شكرا استاذ محمد ابو حازم النائب السابق طبعا عضو مجلس النواب، نتمنى التوفيق ل يعني نقيبنا ضي رشوان، نتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا الحوار، سيبدا اول يوليو طبعا، هنتابع معاكم كل هذا الحوار، فان شاء الله طبعا في مطالبات ان الحوار ده يبقى على الهواء مباشره او له قناه على اليوتيوب، هنشوف ايه اللي هيحصل، ولكن الان لدينا موعد للحوار وهو الاسبوع الاول من يوليو.